أنا عندي السو. لم نعم ما بدأ من سجل السو. نعم فصل لنقص السنة سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المبعوث للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل لنص سنة سواء يسن قبل السلام سجدتان أو سنن وكلت ومن يزيد سواء سجد بعد كذا والنص غالب ورد واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعد ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الإمام وبطلت بعمد نفخ وكلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن وحدث وسوي زيد المهر قهقاهة وعمد شرب أكل وسجدة قائم وذكر فرضه أقل من ستين كذكر البعض وفوت قبلي ثلاث سنن فوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن واستدرك الركن فإن حال الركوع فإلغى ذات السهو والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرم الباقي والطول الفساد مزم من شك في ركن بناء على اليقين والسجود البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة من قبل كذاك الوسطى وليدي قد رفع وركب قبل ذلك الرشا. المؤلف رحمه الله تعالى لم يتوسع في السجود السهوي بخلاف ما فعل صاحب الأخضري كتاب الأخضري فإنه أفاد فيه وتوسع، ولكن فيما ذكره مبادئ وسنة إن شاء الله نوضح أكثره إن شاء الله. All praise is due to Allah. May His peace and blessings be on the Prophet Muhammad and his family and companions and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. This is a chapter of the sajdas of forgetfulness. The two sajdas that are done out of forgetfulness if somebody changes something in their prayer. And there are some specifics that are given over here. The author doesn't go into too much detail. As opposed to the Akhdari book, that one is very detailed in terms of this. But over here, the few details that are mentioned are important to understand. Inshallah, we'll clarify them. فصل لنقص سنة سواء يسن قبل السلام سيدتان سنة. من نقص سنة واحدة مؤكدة كجلسة الوسطى، وهذه ليست سنة حقيقة واحدة، ما سنبينه فيها ثلاث سنن أو أربع، أو ترك السورة، فهذه حقيقة ينظر الإنسان إليها كأنها سنة واحدة ولكنها ليست سنة واحدة، أي سنن حقيقة كما سنبين. سنة واحدة أؤكدت أو سنن كثيرة كمثل جلسة الوسطى عندما ننظر إلى إلى اختلاف أحوالها، أو كمثل السورة إذا ننظر إلى اختلاف أحوالها، هذا السجود القبلي. لو ترك سيدة واحدة مؤكدة أو ترك سنتين أو ثلاثا أو جميع السنن فإنه يسجد قبليا واحدا، فلا فرق بين من ترك سنة واحدة مؤكدة أو ترك جميع السنن، فالجميع يسجد له قبلي واحد. He says ويكون سنة إذا ترك أكثر من ثلاثة؟ يعني ولو جميع السنن تركها فإنه يسجد قبليا واحدا، وترك سنة واحدة مؤكدة فهذا بمعنى واحد سجود قبلي واحد. فيقول سهوا يسن، فهل يكون السجود سهوا سنة؟ سنة ولكن سنبين ما هو أحيانا. So over here he mentions that for forgetfulness of a sunnah mu'akkada in the prayer such as the middle tashahud, when in reality that's more than one sunnah, and we'll talk about how that is so, but when somebody misses a sunnah mu'akkada in their prayer, whether it be one or two or three or multiple or many, then they should make up this lacking in their prayer by doing the two sajdas before. So an important term to understand is qabli. Qabli is from the word qabl. Qabl means before. So the two sajdas are done before saying the salam. نعم هو مالك يتوسط بين المذاهب الأخرى، فإن الشافعية لا يرون إلا القبلية والأحناف لا يرون إلا البعدية، أما مالك فهو يرى الجميع، فيرى الزيادة تستلزم البعدية ويرى النقصان يستلزم القبلية. So in the Maliki madhab, it is in the middle
ground as far as when the sajdas are done. In the Shafi'i madhab, they only do them before the salam. In the Hanafi madhab, it is only done after the salam. But in the Maliki madhab, it takes into account what the error was in the prayer. If there's something is missing from the prayer, then the prayer is not complete and the salam should not be done until the sajdas are done. But if you added something to your prayer, then the prayer is complete and you can do the salam and then make up for the adding, the addition by adding two sajdas after the salam. Now, والسنن المؤكدات هي ما نظمها بعضهم بقوله سنن وهي المؤكدات ما رمز له قديما بارتجاز المرتجز سيناني شيناني كذا ديماني تاني عد السنن الثمان سيناني السر والسورة هم ترك السورة أو ترك السر في محل سر بأن لم يسمع نفسه فإنه يسجد القبلية أو ترك السورة ولكن حقيقة ليست كما قلنا سنة واحدة سيناني شينان وهما التشهدان من ترك تشهدا واحدا أو ترك التشهدين معا فإنه يسجد البعدي القبلية كذا جمان الجهر من ترك الجهر في حالة الجهر ما لنا في حالة الجهر أو جلوس الوسطى أو جلوس التشهد فإنه يسجد القبلية كذا تاني التكبير والتحميد من ترك سمع الله لمن حمده هو الله أكبر ترك اثنتين منهما واحدة لا تكفي ولكن اثنتان وما فوق فإنه يسجد القبلية. So an easy way that to remember what the sunnahs are in the prayer, they were compiled in the sunnah muakkadas. To remember what the sunnah muakkadas are in the prayer, there was a poem that was written about it, which is it mentions two seens and two sheens and two jeems and two tas. So it's a total of eight things: seen, sheen, jeem, and ta. So the two scenes are the silent prayer and the surah. The silent prayer to be read silent is a sunnah mu'akkada, that if somebody reads it loud, then that would be violating the sunnah mu'akkada. If somebody, as far as the surah that is read after the fatiha in the first two rak'ahs of the prayer, this is a sunnah mu'akkada, and not doing this is also coming short in the sunnah. The two sheens are the first tashahud and the second tashahud. The sheen for shahada, and then the two jeems are the jaz, the jahar and the julus, which is the saying the loud prayer. Loud is a sunnah, and whoever doesn't do this, they're coming short in a sunnah. And the julus meaning sitting down, the sitting down. After the two rak'ahs, and then the two taz are the takbir and the tahmid, which is takbir al-intiqal, which is Allahu Akbar while you're moving between position and position, and tahmid, which is Sami Allahu liman hamida or Rabbana wa lakal hamd. لكن في التكبير والتسميع لا يسجد لواحدتين ما يسجد لهنتين منهما على الصحيح. لكن في التكبير والتسميع لا يسجد لتكبيرة واحدة وتسميعها إنما يسجد لترك هنتين. But it is very important to remember that you cannot do the two sajdas if you only mess up or miss one takbir or one tahmid, that you miss saying one Allahu Akbar or miss saying just Sami Allahu liman hamida once or Rabbana wa lakal hamd once, you cannot do the sujood for this case, but rather you only do it once you miss two of them. نعم ربنا ولك الحمد ليس من السنة ولكن سمع الله لمن حمده أما ربنا ولك الحمد فإنما هو ندب. And then forgive me, ربنا ولك الحمد is in fact only mandub, but this is as far as the person who's in the position of saying سمي الله لمن حمينا and does not say it. نعم السنة الواحدة المؤكدة يسجد لها القبلية يعني لتركها أو السنة جميعا يسجد لها القبلية وهذا القبلي سجدتان قبل السلام and the person who is missing a sunnah مؤكدة المؤكدة أو سنة جميع السنة نعم فإذا كان السر فهذا يكون زيادة نعم زيادة لو قرأ جهرا ها يقال زيادة يسجد البعد ولكن لو قرأ سرا في حالة الجريب أن يسجد القبلية so then if somebody is lacking one of the sunnah mu'akkadas then except for the two that we mentioned then they should pray do the two sajdas before the salam except for the case of the first thing that was mentioned, which is the silent surah. If somebody reads out loud
when they're supposed to be reading silent and they have added something to the prayer, and the sajda should be done after the salam. ولا فرق بين ترك السنن كلها أو ترك واحدة مؤكدة فإن الجميع شذره قبل يوم واحد. And it, there is a, it doesn't matter if you mess up a lot of things or you just miss one of them, then you don't do multiple sajdas. You the maximum and the minimum is both two. ومن يزيد سوى سهل من زاد في الصلاة شيئا خارجا عنها كزيادة ركعة أو سجود يعني شيء من فرائض الصلاة أكثر من المعتاد زاد ركنا من أركان الصلاة أو شيء خارج عنها ككلام سهو وتحرك أكثر من المعتاد يعني ليس بالقليل جدا سهو هذا فإنه يسد البعض. If somebody adds something to the prayer من فرائضها أو من خارجها from outside the prayer or from the fard of the prayer like adding a ruku' or adding الفاتحة سهو or adding a sajda or repeating fatiha سهو or adding a fatiha أنها قرأها مرتين سهو absentmindedly شيخ وماذا إذا قرأ مثلا في وسط قراءة الفاتحة يتذكر أن قرأ جهر أو سر نعم لكن يرجع ويقرأ ويسجد البعدي. So if somebody repeats the recitation of the fatiha or adds to the prayer something that is not of it or adds to the prayer something like extra movements or adding sujood and so on, then this person should do the sajdas after the prayer for adding. ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا ونقص غالب مرض من نقص وزاد من لزمه القبل ولزمه البعد فإنه يسجد القبلي. So if a person now added, they add the two sajdas after. Now if a person both decreased and added, so they owe before and after, then their prayer is, of course, still in this case, not complete. So they don't say the salam, they do the sajdas before, and they don't need to do them after, and they shouldn't do them after. وَالنَّقْصُ غَلِبٌ وَرَدْ مَنْ نَقَصُ وَسَادَ فَنَيُّ سُجُّ الْقَبْلِيَ وَاسْتَدْرِكِ الْقَبْلِيَ مَعَ قُرْبِ السَّلَامِ الْقَبْلِ قبل السلام هذا هو محله ما لو نسيه وما زال قريبا في الجلوس لم يتغير ولم يتحرك ما إنه يسده ولا شيء عليه أن يقضي. So in the case of a person forgets to do the qabli, meaning the before sajdas, then they remember soon after the prayer, then they should just do those two and they'll be fine. استدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعد ولو بعد عام أما البعد فإنه يستدرك وما دام يتذكره ولو بعد سنة أو سنتين فإنه يسجده. But as far as the sajdas that are done after the prayer that are making up for an addition, this is something outside of the prayer, something additional. So if, even if a person remembers it 1 year later and they remember, oh, I added something but I didn't do the two sajdas extra, then they should pray it. They should do those two sajdas even a year later. أم مقتدي يحمل هذين الإمام يعني أن الإمام يحمل موجب يتحمل موجب القبلي والبعدي فمن زاد خلف إمامه أو نقص سنة فإن الإمام يحمل ذلك على فالمأموم لا شيء عليه ذلك. So if a person misses a sunnah or adds a sunnah while they're praying behind the imam, then the imam carries that from them and they do not make any sujood. وبطلت في عمد نفخ أو كلام يعني أن هذه مبطلات للصلاة هذه من الكرات الآتية من نفخ عمد أو كلام تكلم عمدا ولو قليلا فإن الصلاة تبطل لغير إصلاح الصلاة أما من تكلم لأجل الصلاة الصلاة كمن سلم إمام ركعتين ولم يفعل بشارة التسبيح وقال له نقصت ركعتين أو زدت فهذا لا حرج. So if a person intentionally talks or blows while making sound, like a fa sound, etc., you know, then this invalidates the prayer if it is done intentionally, except in the case where the prayer was over, the imam finished early, and then a person behind him would say, oh, but you missed this and that, and he would use those words, then those words are acceptable, the prayer would still be valid. من شغله شاغل عن إتيان الفرض كمزاحمة الخبث يحس بنفسه أو عنده شدة جوع أو عطش مثلا لم يتذكر منه الإتيان مثلا بالسجود والركوع مشغله حتى لم
يتمكن من اتيان بالركوع والسجود لان الصلاه تبطل. And if somebody has something that is a distraction that is so great that they would be unable to properly fulfill the sujood or the ruku' or a part of the prayer that is required, then their prayer is invalid. والمسل عن فرض أو في الوقت يعد ياسل أما من شغله عن سنة فرض كقراءة السورة عن التشهد فإنه صلاة الصحيحة السجود. But if that distraction only stops them from doing something that is a sunnah, then such a distraction would be like, you know, somebody needing to go to the bathroom or is extremely hungry, etc. If it stops them from doing only a sunnah in the prayer, then the prayer is still valid. كذلك ضمن بطلات الصلاة الحدث في أثنائها أو زيد مثلها زيادة يسد لها البعد إلا إذا بلغت قدر الصلاة من زاد في الظهر أربعا وزادت في الظهر ثمانية فإن الصلاة تبطل أو في ذلك المغرب أربعة زاد في الصبح ركعتين فإن الصلاة. So then as far as things that invalidate the prayer, if somebody what should I do, Sheikh? So if somebody does something that invalidates, for example, their wudu or their ghusl, of course, while they're praying, then their prayer would become invalid, of course. And then in the case of somebody who doubles the prayer, if somebody added forgetfully, you know, two rak'ahs to fajr or four rak'ahs to dhuhr or asr or isha, etc., then their prayer is invalid. سو زيد المهدي بقهقهة كذلك من قهقه في الصلاة بصوت سواء كان عبدا أو سهوا وغلبته فإن الصلاة تبطل. If somebody laughs with a sound out loud in their prayer, then their prayer is invalid. وعمد الشرب الأكل كذلك من تمادى في أثناء الصلاة فأكل ولو قليل أو شرب ولو قليل فإن الصلاة تبطل. And also eating or drinking intentionally. ولو قليلا. Even if it's a little bit intentionally, then they break, invalidate the prayer. And whosoever leaves any obligation, such as sujood, etc., any fard part of the prayer from the things we have mentioned before, then their prayer is invalid. ويكري الفرد أقل من 60. قال ابن عاشر أن من ذكر أقل من 6 صلاة كخمسين أو أربعة أو ثلاث مهم لم يبلغ 6 صلوات فإن تبطل صلاته التي دخل فيها الآن ويرجع إلى الصلاة. فإذا تذكر أنه فات عليه صلاة من يكري الفرد أقل من 6 أمن تذكر مثلا في أثناء الصلاة أن عليه 3 صلوات أو 4 لم تبلغ 6 فإنه قال ابن عاشر أن تبطل الصلاة الآن ولكن له غير صاحب أجب أنه يقطع ولكن لم يقطع الصلاة صحيح. يعني من الخمس صلوات الفائتة يعني. نعم الفائتة من ما كان أقل من 5. فإذا وصل إلى الثالثة ف ليس قليلا وما دون الخامس خمسة قليل والخمس فيها خلاف. ولكن هو قال هو أن الصلاة تبطل لكنه غير صحيح لا تبطل واجب عليه يقطع لكن لم يقطع الصلاة صحيح. So now إذا لم يقطع الصلاة صحيحة. نعم. فلا بد فلا يعيدها. شرط نعم. So then in the case of a person who remembers that they missed a prayer within the last 5 prayers, if somebody says, "Oh man, I forgot a prayer." And they count backwards. They miss, if it was 1 prayer ago, 2 prayers, 3 prayers, 4 prayers ago, then by agreement, then they should break their prayer and make up those prayers in order. Now, if it was the 5th prayer, there's a difference of opinion whether they should break it or not. If it was the 6th prayer, they shouldn't break it. So it was within the last 5, basically, then a person should leave their prayer and then go and pray those. If a person does not leave his prayer, then his prayer is still valid. And he does not have to make it up, but the better thing is to leave his prayer at that moment and then go back and do those prayers first. فإن الصلاة تبطل إذا كان القبلي ناشئ عن 3 سنين كجلسة الوسطى
كبير من ترك سورتين أو ترك ثلاث تكبيرات أو تسميع أو تكبيرتين في الصلاة. So a person forgets to do the two sajdas, the qabli, two sajdas, and they have already left the masjid or left the place of prayer, and it's been, you know, a decent period of time between, or their situation changed since the prayer. Then they leave. Then their pray, and they had fallen short in three or more sunnahs. So if somebody missed two sunnah mu'akkadahs, then remembers later, then their prayer is still valid. But if it reached three or more, and they did not do the sujood, then their prayer is not valid. يعني أن الركن إذا تذكرته قبل أن يحصل المانع من الاستدراك واجب أن يستدركه الإنسان الآن وجوبا، وذلك المانع منه هو أن يحول بينهما ركوع. أنا ترك يعني الركعة الماضية ترك منها سجودا أو ركوعا ولم يأتي بالركوع من هذه الركعة الثانية التي دخل بها، لم يصل إلى حد الركوع، فإنه يستدرك ويرجع ويأتي بما مضى منه ويسلم. So now, if a person reached is in the middle of their prayer, and they remembered that they forgot a pillar of the prayer within the last rak'ah, as in that they still have not been separated between that pillar and a ruku'ah. So if somebody remembers, for example, that they forgot their first sajda, that they only did one sajda, or that they forgot their second sajda, then and they're already standing in the rak'ah after that, then they go back to the sajda and continue. But they should not do so if the if they have been separated between the thing that they missed and where they are now by ruku'ah, by the bowing. No. وَإِذَا حَدَثَ هَذَا مَاذَا يَفْعَلُ؟ مَاذَا؟ وَإِذَا حَدَثَ بَيْنَهُمْ رُكُوعًا. وَاسْتَدْرِكَ الرُّكْنَ فَإِنْ حَالَ رُكُوعٍ، هذا هو. فإن حال الركوع فألغي ذات السهو، فألغي الركعة التي نسي منها ركوع على السجود وتأتي هذه التي بعدها بدلها وهكذا. So والبناء هو معنى البناء. If now a person forgot something in their prayer or a pillar from their prayer and then they already have done ركوع between them and that thing that they had forgotten, that was a pillar, not a sunnah mu'akkada, but this is a pillar of the prayer that we have mentioned, then they should cancel out that rak'ah out of the equation, such as if they would be on their third right now, and that occurred in the second, then now they're not on their third, now they're on their second. So they cancel out that rak'ah, and they build on top of it as if that rak'ah was never done. كذلك من سلم من تذكر الركوع على السجود يعني فرضا من فرض الصلاة بعد السلام فإنه يحرم الآن من جديد ويبني على. So similarly, if a person even finished their prayer, and then they remember something that that was done during the prayer that was missing, then they فإذا سلم يعني وإذا نسى شيء في آخر ركعة ترك ركوع السجود من الركعة التي كان ما سواء كانت من الركعة التي تليها من غيرها بأن يحرم الآن يأتي بركعة فيأتي بركعتين سواء يحرم ويأتي بركعة. So then he should begin say Allahu Akbar and do an extra rak'ah for the rak'ah that had a deficiency where a pillar was missing in it. من سلم ناسيا لركوع السجود فرض مراد فانه يحرم الله اكبر من ليتر بركات يحرم يرفع يديه. So whoever has already said salam, then they do the takbirat al-ihram again, which is the beginning of Allahu Akbar. There's a requirement now, and they re-enter into prayer and do the rak'ah that they were missing. لكن الطول الفساد ملزم من طال مهلا لكن فإن الصلاة باطلة. And if a long time has passed, the person's situation has changed, they left the place where they prayed and so on, then their prayer is not valid if they remember that something was missing in it. من شك في ركن بناء على اليقين من شك هل هو هل نسي ركنا كركوع على السجود على تعبير لم يتبع يبني على اليقين يبني على اليقين فقط ويجب عليه الشك.
If somebody is uncertain and they're not quite sure whether they're, you know, have done it or are on, you know, the third or fourth or whatever, then they go based off of what they are certain of. Like they're not sure whether they're fourth or third, then what they're sure is they did three, and then they go based off of what they're sure and they build after that. شك في ركن بناء على اليقين وليسجد البعدية من شك في ركن لا تابع له تبع يتي على اليقين ويتي به الآن يعني من على اليقين ويسجد البعدية لأن شك زيادة كتحققها من شك في ركن الركوع والسجود وركعة لا تابع له تبع يتي به ويسجد البعدية يتي به عندما يسجد البعدية لأن شك زيادة كتحققها. So as far as the person who is you know, they're unsure, they're uncertain, as far as a pillar of their prayer, then they cancel out whatever they're uncertain of, and they go back to what they were certain. And then now the only possibility is that they're doing extra, so they do the two sajdas after the salam. لكن قد يبين لكن أحيانا قد يظهر ينبنوا في فعلهم والقول نقص. نحن قلنا أن مشك في ركن يأتي به ويسجد البعد، لكن أحيانا لا يتحقق ذلك بين يجتمع النقص وزيادته. لكن قد يبين ينبنوا من فعلهم والقول نقص، من قد أحيانا يقع من البناء نقص فيؤدي إلى الزيادة والنقص، كمن من ترك ركوع من ركعة الأولى من السنة ولم يتذكر الله بعد أن ركع رفع رأسه من ركعة الثانية، فإن الثانية هنا صارت أولى والثالثة صارت هي الثانية، وهذه الثالثة لم يأتي بالسورة فيها لأنه ما تذكر إلا بعد أن أتى بالركوع، فصارت هي الثانية فهنا اجتمعت زيادة والنقصان. فيسجد قبله. نعم. So he would add the two sajdas after, except there's one technicality that is interesting that would make him both adding and subtracting, in which case he should pray the two sajdas before. And there's one case where, for example, that somebody, you know, is in their third rak'ah and they doubted something in their second rak'ah, for example, and then they, you know, already have done their recitation in the third rak'ah and they have not read a surah. And they remembered something in their second rak'ah that was deficient, so that rak'ah becomes cancelled out. And then now they've already entered into ruku'ah, so they cannot go back to their recitation. So now they're missing the surah that is because now their third rak'ah became the second. Are you following? So now their third rak'ah became the second rak'ah because they cancelled out the second rak'ah. So now in the third rak'ah, did they read an extra surah after the Fatiha? No, they didn't. And they've already gone into ruku'ah. So now they're missing a sunnah. And also now they are potentially or possibly now they're adding the rak'ah. So what happens? Their prayers both adding and subtracting something. So in this case, the sujood happens before the salam. دائما بنو فينا يقول نقص بفوت سورة من قبل كذلك الوسطى والإيد كذلك من ذكر جلسة الوسطى والإيد قد رفع ركبا ما زال بعض جسمه ولكنه رفع يديه وركبتيه فإنه يتمادى ولا يرجع. So if a person misses the middle tashahud, that they are standing up from the second rak'ah and they forget to sit down for the tashahud, if their hands and their knees have left the floor already, then they should not sit back down after having moved on to the next obligation in the prayer. They shouldn't sit down for something that is a sunnah, and they should do the two sajdas before the sunnah. لكن الوسطى والذي قد ركبه أنت ذكر ركبا لا قبل ذا لا إن كان في باقية في الأرض منه ولو ركبة واحدة أو يد واحدة فإنه يرجع. But if the person still has one knee even or even one hand still on the floor, then they should go back and do the and sit back down and do the tashahud. نعم. باقي كثير وقت 24. باقي شيء. فصل بموطن القرى قد ولدت. صلاة الجمعة فرضت في مكة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهيأ له كما قال بعض العلماء الحال في مكة حتى يصلي الجمعة لأنها لها شروطا غير الشروط التي صلاة الفرض وغيرها فتأخر حتى كان الصلاة في المدينة
الفصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة ثلاث. صلاة الجمعة مشتقة من الاجتماع، وهذا كان معروفا عند العربي، كانوا يجتمعون يوم الجمعة يسمونه يوم الجمعة يوم الاجتماع مثلا. فالجمعة أيضا هي صلاة خاصة ولها شروط غير شروط الصلاة المعتادة. لابد من قرية في البادية، أحياء البادية لا تلزمهم الجمعة بل لا تصحهم. قد فرضت الصلاة جمعة بخطبة ثلاث، يعني أنه يجب أن يكون قبلها خطبة، وهي كلام مشتمل على حمد وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. So the next chapter is the chapter of the Jum'ah prayer. And the Jum'ah prayer is a special prayer that has special rules and requirements and so on. Even to become obligatory, it has some certain prerequisites that are beyond the normal prayer. And one of those that is mentioned is that there must be a town that exists. It cannot be, you know, if people are Bedouins and they haven't established a town, there aren't, people who are established in a town that is established, then there's no Jum'ah that is required upon them. Rather, it is wrong for them to do the Jum'ah. So now if there's a decent amount of people and they're living together and so on, then they must do the Jum'ah, and the Jum'ah consists of certain things, such as it should have the Salah on the Prophet ﷺ in it, and the recitation of some of the Qur'an, or quoting of some of the Qur'an, not in a reciting manner, and then also reciting some of the teachings of the Prophet ﷺ. وإجزاء طالع نعم صلاة جمعة لخطبة ثلاث، لابد من خطبة قبلها بالعربية، كلام مشتمل على وعظ زجر وأمر بتقوى الله تعالى وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. And so then as far as the prayer, before the prayer itself is the khutbah, which must the khutbah itself is in the Arabic language and should be a reminder for the people, and you know, includes Quran and also the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم. أجزاء تغير نعم بجامع العلماء قبل لا بدفع من الجامع فلا تصحوا في الدور للناس لأن دار الشخص ما يكون يصل فيها جمعة وليس من بناء غير معتاد، لا بد من جامع مبني بناء معتاد في بلده. It must be done. Also, one of the requirements, prerequisites to have Jum'ah is to have a jami', a masjid jami', not just a place, a musalla, or a place where people are gathering, or a hall that is rented, and so on. It is a place that is established for to be a masjid, and it is the masjid jami', it is a place where people gather for Jum'ah that is dedicated for that purpose. جامع على مقيم من على المقيم غير المعذور، الرجل مقيم مثلا في المسافر لا تجب عليه والمعذور لا تجب عليه. So if a person is healthy and is a resident, then they must attend the Jum'ah. As far as if a person has some sickness or some excuse or is traveling, then it is not required for him to attend the Jum'ah prayer. No. نعم هذا إجزاء طالما المقيم من عذر حر مقيم لابد في وجوب صلاة الجمعة أن يكون المخاطب حرا مقيما، معناها ليس مسافرا، أو مقيم في وسط القرية أو قريب منها عند في طرفها بقدر ثلاثة أميال ومثل في الأصل. So the person who attends the Jum'ah should be counted as or the person who is obligated here is a person who lives in that town, or a person who lives within 3 miles outside of the city limits, and they must be also a free person, not a slave, and a resident. Now, جاءنا قوم من عذاب ما نزل حر فلا بد من الحرية فالغير الحر لا تلزمون الجماعة بكبر سخنك. وإزالت غيرا إزالت الصلاة غير من غيرا معناها الذين لا تلزمهم لو صلوها إزالتهم. But if the people who are not obligated to pray, but they pray the Jum'ah prayer, then it suffices them, then it counts for them. ألا مقيم من أهل المقيم كبر ساخن أكر وإزالت غيرا نعم التندب أحيانا تندب كالمسافر لحضر الصلاة أو الصبي المميز تندب له الجمعة.
And it is preferred to pray the Jum'ah, but not obligated, for the person who is traveling, and also for the young child who is at the age where at least they can behave responsibly and understand, then it is preferred for them to pray the Jum'ah if they can. Now, وإذا أطلعنا قد تنتبه عند النداء السعوي إليه يجب يعني أنه عند النداء الثاني لمن كان قريب من الجمعة يجب عليه أن يسعى إليها واحد قريب من الجمعة سمع الأذان الثاني يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة البعيد فيجب عليهم قبل ذلك من واحد يسمع قدر يسمع الأذان واجب عليه يذهب إلى الصلاة عند النداء الثاني يجب السعي إلى الصلاة معناها بقدر ما تصل ما تفوت في الصلاة فعند النداء لا مفهوم له قد يكون إنسان بعيد ولو سمع النداء الثاني ما يأتي ما يعطيه الوقت ما موجود منه قدر ما يوصله هذا ليس هو المعتبر قدر ما يوصله قبل وقت الصلاة. And if a person حتى وليس إذا كان مسافر يعني. غير مسافر. If a person is hears he's one of the people who's obligated to pray Jum'ah, and he hears the second adhan, meaning the khutbah is starting right now, and he has enough time to reach the masjid, then he's obligated to start heading towards the masjid once he hears that call, and he's able to go. سنة غسل بالروح اتصل سنة غسل بالروح اتصل معناها بالخروج إلى جمعة اتصل فلو جلس قدر ما تشف أداءه بطل غسل بالروح اتصل ندب تهجير مندوب أن يهجر وهو وقت الهاجرة بعد وقت دخول وقت من عند انتصاف النهار من عند القيل عند الاستواء تقريبا يندب لهم يخرج إلى آخر وقت It is preferred. ما قلت أول شيء قبل هذا الاستواء. سنة غسل بالرواح تصل. So it is preferred to take a ghusl actually before somebody heads to the masjid, meaning that the shower itself or this ghusl actually is connected with their departure. That it's not like way earlier and so on. That it's connected with their departure. And that they leave and they head for the masjid at the time where the sun is like at its highest about to start going down, meaning right at the beginning of the time of where the prayer starts to become valid. And this may be before the adhan is done and maybe before the Jum'ah is being gathered, but this is the time where it's preferred to head to the masjid. إذا طعن ندب لرجل أن يجمل حاله من ثياب بيض وعطر أما المرأة فلا يجوز لها ذلك. As far as men, it is preferred for them to, wear their nice clothes and especially it is preferred to wear white and so on for women to dress properly and for men to wear their perfume. And of course, for women, it is impermissible for them to wear perfume to the masjid or outside. بشمعة جماعة قد وجبت علينا الجمعة لا تصح من الفذي لا بد فيها من جماعة سنة بفضل يعني أن صلاة الجماعة السنون في الفرائض لمن قدر عليها وبركعة راس يدرك فضل الصلاة بركعة. فالجماعة يعني الجمعة واجب يعني كم عدوى عدس نعم الجماعة في الجمعة واجب شرط واجب ما يكون يصلي في الدنيا فكم العدد 13 شخصا بالجماعة. So it is required to have a group of people to pray the Jum'ah prayer. It is impermissible to have a person praying the Jum'ah alone, of course. And the group that is required for the Jum'ah to become obligatory is a group of 13 people, including the imam. Well, imam ahad. So the 12 people and the 13th is their imam, يا قد وجبت سنة بفرض يعني صلاة الجمعة صلاة الجماعة سنة في أي فريضة مال صلاة الجمعة وبركعة الصلاة يعني أن ركعة الجماعة تدرك بركعة واحدة. وماذا عن السنة شيخ؟ يعني أن كل فرض غير الجمعة السنة تصلى في الجماعة لمن قدر عليها سنة يعني جماعة صلاة الجماعة.
So the prayer in congregation is a sunnah in the other prayers, but for the Jummah, of course, it is an obligation. It is required to have that group of people, and also for the Jummah prayer. السنة معناها صلاة الجماعة والسنة في أي فريضة غير صلاة الجماعة وبركات صلاة الراسة معناها يحصل فضل جماعة بركاتين. So a person their Jum'ah is valid as a Jum'ah if they catch a full rak'ah, meaning they have to catch at least one ruku' of the Jum'ah itself. نعم وندبت إعادة الفذل بها يعني أن من صلى أحده فذل وبعد ذلك وجد اثنين وثلاثة يصلون من جديد ينتوله أن يعيد الصلاة معهم. As far as congregational prayers, and this is in the case of any congregational prayer, any fard prayer, if a person prays by themselves, and then they find a group of people that are going to pray later the same prayer, then they should repeat their prayer in congregation, and it is sunnah for them to do so. وجد عليك اثنين أو أكثر يصلي معهما. مندوب. مندوب فقط ليس واجبا ولا سنة. لا مغربا أما المغرب فلا يعيدها والعشاء إذا صلى بعدها الوتر فلا يعيد. So it is actually, forgive me, it is mandub, it is preferred, not sunnah, for the person who is prayed by themselves to pray again. فقال ذكر السنة لماذا للجمعة إذا صلى الظهر مثلا فذل ثم سنة بفرض يعني أن غير الجمعة يسن في صلاة الجماعة ومن صلى فذل فيندب له العادة الوقت إذا وجد من يصلي معهم اثنين أو ثلاثة صلاة الجمعة صلاة الجماعة سنة في غير الجمعة ومن صلى وحده فذل يندب له إذا وجد اثنين أو أكثر أن يصلي معهما ثانيا لتحصيل ذلك الفضل. Yes, so it is preferred for a person who prayed by himself to repeat the prayer if he finds a group of people that is praying together, that he finds a jama'ah, then it is mandu for him to repeat the prayer, except in the case of the maghrib prayer, and in the case of Isha, if he has already prayed his witr. Mm-hmm. لا مغربا لا المغرب فلا تعاد في الوقت وكذلك العشاء إذا صلى الوتر بعدها. وهنا ننتهي إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. لا إله